تعد أفعى الكبرى أحد أكثر أنواع الأفاعي سمية، وتمتاز هذه الأفعى بأن لها ما يشبه غطاء الرأس، ويمتد نطاق تواجدها عادة من جنوب أفريقيا عبر جنوب آسيا إلى جزر جنوب شرق آسيا. وتعد أفعى الكبرى من الأنواع المفضلة لساحري الثعابين الذين يقومون بإخافتها لتظهر موقفها الدفاعي، حيث يتأرجح الثعبان استجابة لحركة الساحر وللموسيقى التي يصدرها، ويحمي الساحر نفسه بالتدرب على تجنب ضربات الأفعى وبإزالة أنيابها. تعد أفعى الكبرى أحد أنواع الأفاعي السامة التي تنتمي إلى عائلة العرابيد، وأكثر ما يميزها هو غطاء الرأس الذي يظهر عندما تنشر الكبرى ضلوع رقبتها مشكلة جزءا واسعا ومسطحا من جسمها، حيث تستخدم الكبرى هذا الغطاء في إخافة وتهديد أعدائها، كما أن لها أنيابا مجوفة مثبتة في الفك العلوي، وحيث أنه لا يمكنها تثبيت فريستها بأنيابها فهي تقوم بحقنها بالسم عبر هذه الأنياب. وتمتاز هذه الأفاعي بحاسة الشم ممتازة ورؤية ليلية قوية، كما تمتلك بؤبؤ عين مدور وحراشف ملساء. تعد الكبرى من الأفاعي ذات الألوان المختلفة، وتتباين ألوان الكبرى بشكل كبير من نوع لآخر، فهناك أفعى الكبرى باللون الأحمر واللون الأسود واللون الأصفر والمخطط وغيرها الكثير من الألوان والأنماط. تعد الكبرى من الثعابين الكبيرة، حيث يصل طول العديد منها إلى المترين، فكبرى الغابات هي أكبر أنواع الكبرى الحقيقية، حيث يصل طولها إلى 3 أمتار، والكبرى الناشرة تصل إلى 2.7 متر. هذا وتعد الكبرى الملكية الأطول بين جميع الثعابين السامة في العالم، حيث من الممكن أن يصل طولها إلى 5.5 أمتار. تتكاثر الكبرى كغيرها من الأفاعي عن طريق البيض، حيث تضع الأنثى عادة 20 إلى 40 بيضة في كل مرة، وتبلغ فترة احتضان البيض من 60 إلى 80 يوما، وتبقى الكبرى عادة إلى جانب بيوضها من أجل الدفاع عنها وحمايتها حتى تفقس، حيث تشكل كل من الخنازير البرية والنمسيات خطرا عليها. تتضمن السلوكيات الدفاعية للكبرى إظهار غطاء الرأس الخاص بها، وإصدار صوت الهسهسة، ورفع الجزء العلوي من جسدها للوقوف بشكل منتصب في إشارة إلى رغبتها في الهجوم، حيث يمكن لمعظم أنواع الكبرى أن ترتفع إلى ثلث طول أجسامها، ومن الممكن أن تهسهس الكبرى بصوت عال على الحيوانات المفترسة والتهديدات التي تعترضها. عمرك باقي ما تشوف شي واد اشوريك ما بغيتي تعد اوه بلاصتك ها مالك شور الله يبرد سمك ها فين ها صباح الخير السلام عليكم هاي 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 شنو عوض الرابوس اللي خصك شي الرابوس هو. وفي بعض الانواع من الممكن ان تبصق السم، حيث يمكن للكبرى الناشرة أن ترمي الحيوانات المفترسة التي تتصورها بسمومها عبر أنيابها. يحتوي سم الكبرى بشكل عام على سموم عصبية تؤثر على الجهاز العصبي للفريسة، وتكون عضة الأنواع الكبيرة منها قاتلة،
اعتمادا على كمية السم المحقون في الضحية. وعلى الرغم من فعالية مضادات السم، إلا أنه يجب تناولها بعد العضة مباشرة، حيث تتسبب عضتها في آلاف الوفيات كل عام في جنوب شرق آسيا. باستثناء الكوبرا الإسبانية والأوروبية وتلك التي تعيش في منطقة بحر قزوين، تميل الكوبرا عادة للعيش في المناطق المدارية الحارة، كما يمكن أن تتواجد في الصافانا والمراعي والغابات والأراضي الزراعية في أفريقيا وجنوب آسيا. وتفضل الكوبرا قضاء الوقت تحت الأرض والصخور وفي الأشجار. تسمى الكوبرا عادة تبعا للمواطن التي تفضلها أو البلاد التي تتواجد فيها، وهناك العديد من الأنواع التي أطلق عليها اسم حسب تصنيفها. ومن هذه الأنواع التي سميت تبعا لهذا التصنيف كوبرا الغابات، وتعيش في غابات غرب أفريقيا، وتعد أطول أفاعي الكوبرا الحقيقية الكوبرا البيضاء، وتقطن في منطقة كيب في جنوب أفريقيا الكوبرا الهندية، وتعد السبب الرئيسي للوفيات بفعل عضة واحدة في شبه القارة الهندية الكوبرا الصينية والفلبينية والمصرية، كما تسمى بعض أنواع الكوبرا تبعا لسلوكها أو شكلها الكوبرا الأحادية. ولهذا النوع دوائر تشبه أحادي الشكل على غطائها. كوبرا الحمار الوحش الناشرة، وهذا النوع ينتمي إلى أنواع الكوبرا الناشرة، ولهذا النوع خطوط شبيهة بتلك التي يملكها الحمار الوحشي. وهناك أنواع أخرى من أفاعي الكوبرا تسمى بالكوبرا الناشرة، وهذه الأفاعي تستخدم تقنية بصق السم كوسيلة دفاعية تكسبها المزيد من الوقت لتهرب، حيث تصوب نحو العيون بشكل دقيق مطلقة سمها من مسافة تصل إلى 10 أقدام، ويتسبب هذا السم بآلام شديد في العيون، ومن الممكن أن يسبب العمى في حال لم يعالج على الفور.